السلام عليكم البنات، كيف دايرين؟ يا ربي تكونوا صحيحة جيدة وتكونوا في على أتم حال. كنتمنى أن نكون خفيفة على قلبكم. اليوم جيت نشارك معكم غديوتي ديالي روما. غنوجد واحد شوية ترفيسة وكل شيء متواجد عندي في الدار. غندير دجاج مقطع، جوج بصيلات مشروضين، جوج فصوص ديال الثوم وكنور ديال البنة، الملح على حسب بنة اليدين، عشق ديال سكنجبير، عشق كبيرة ديال الخرقوم عرق، شوية السمن، عشق البزار، وكنديرو جوج عواش كبار ديال زيت العود. نبداو على بركة الله. بسم الله. كنديرو جوج فصوص ديال الثوم، السمن، الملح، البزار، سكنجبير. جوج عواش كبار ديال زيت العود، وكنردوه باش يتقلى وياخد الدجاج ياخد لي قامة حتى كيتقلى. عاد باش كنحيدو الدجاج ونروح ندوز معكم الطريقة، يعني لقطة بلقطة، وغندوز باش نوريكم عجينة المسمن. ودابا دزنا العجين، كنحتاجو كيلو د الفورص مع نص كيلو ديال الفينو، شوية الملحة، وشوية الخميرة ديال الدار باش المسمن ما يضرش. حنا كنديروها في المسمن ديال الرفيسة، ومسمن حتى المسمن ديال الماكلة كنديرو شوية الخميرة باش ما يضرش. غنبداو نخلطو العجين على بركة الله، وغادي ندوز باش نوريكم كيفاش نورقو وكيفاش كنطيبو. من بعد ما عجنتها ساليت العجين، دابا انا قسمتها الكويرات، غنوريكم الطريقة كيفاش كندير في الجكراس. كنخليهم حتى كي وكنبقى غادا على هاد الشكل حتى كنكمل، ومن بعد ندوز نوريكم طريقة الطياب. كنبقاو غادي على هاد الطريقة في التكراس.
دابا غادي نهزوها وغادي نرميوها. كنطيبو المقله مقلوبه باش ما يشربش المسمن الزيت. كندوزو باش نكرسو واحد اخر. دابا غنحيدها بعد ما طابت وغنرمي الاخرى ونقعد على هذا الشكل تنكمل المسمن ديالي. هي بعد ما طابت كتجي محلوله، شي علاش كندير وحده فوق وحده باش كتجي وحده دغيا كتجي ساهله في الحله. غنبقى غدا على هذا الشكل تنوريكم الشكل النهائي ديال المسمن ديالي. بعد ما انا كنطيب المسمن و في نفس الوقت كنقلب الدجاج حدايا نقلبو باش ياخذ لقام يشرب لقام ويجي بنين. وكيجي ها هو بعد ما طاب بهذا الشكل هنا. دابا ندوز باش نقطعو، وكاين اللي كيبغي يقطعو بيدو كاين اللي كيبغي يقطعو بالمقص. انا كنقطعو بالمقص، انا نقطعو وندوز نوريه لكم مقطع ان شاء الله. وبقى معايا حتى الاخير. بعد ما تقلى الدجاج ديالنا كنحيدوه على جنب وكنرويو الروا ديالنا جهد اللي نسقيو به الرفيزه. بسم الله. ودابا كندوزو نديرو العدس يتسلق شويه باش يطلق داك الكحوله ديالو. بعد ما حيدنا الدجاج وروينا كنكونو قردنا البصله السيوره ما يغلى الماء غادي نرميها فيه. يغلى الروى عفوا اسمحوا لي. من بعد ما غلى الروى ديالنا نرمي البصله. بسم الله. وخدينا شويه بين العدس، خدينا شويه الروه درناها في العدس باش يشرب لقامه ديال شويه. وغادي نصفيه نحيدو. ها هو بدا كيطيب ليا. غادي طروه من الطنجره ودرتو على العدس باش يشرب لقامه. من بعد ما رمينا البصله والبصله طلقات طابت، دابا غنرجعوا الدجاج اللي حيدنا في الاول. بسم الله.
ودابا جينا باش نوريكم التسقيه ديال الرفيسه ديالنا. كنحطوا التفريشه الاولى وكنبداو نسقيو. يا بسم الله. كنزيدو التفريشة التانية. باش كلشي ياخد قوام باش تجي مسقية مزيان ماشي يجي تحت ناشف. كنزيدو التفريشة التالتة. وكنبقاو غاديين على هاد الطريقه حتى كنكملوا التسقيه ديالنا. وكيجي هذا هو الشكل ديال الرفيسه ديال النهائي من الرفيسه ديالنا. كنتمناكم تجربوها بالصحه والسلامه، وما تنساونيش من لي لايك وابوني وبارطاج. شكرا.